الآخرين. الدعاء لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهؤلاء من أهل الشرك والوثنية الذين يطوفون بالقبور والكباب ويسألون الأموات، هؤلاء متورطون في الشرك الأكبر، إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. فعلى جميع المسلمين تعلم دين الله وفهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.